ضاق به الخناق واشتدت به العزلة، ولما يأس حتى ممن عينهم في مجلس قضائه تدخل بنفسه وغير مراسيمه وأعفى من يرى أنهم عقب أمام مشروعه، ولكن ظهر أن كل الجسم ضد خرافاته وعبثه وصراعاته. انتفضوا بقوة ضده وأثبتوا أنهم أشد وأصلب مما تخيل. لن ترهبهم تهديداته ولا جعجعاته الفارغة، وسينكسر حتما أمام صمود أحرار القضاة وحرائرهم، ولن تكون دموع المظلومين إلا وبالا عليه، فالظلم ظلمات. الانقلابات كلها سيئة والمنقلبون جميعهم أشرار، ولكن هل رأيتم بربكم خسة متناهية وقبح مرعب وسقوط بلا حد مثل ما أرى؟ ما هذه الجنة التي تبشر بها الخلق وأنت تسحلهم وتعبث بشرفهم وتكشف عوراتهم؟ ما الذي ستجنيه بعد ذلك؟ أن يرضيك دعاء المظلومين عليك؟ سنكون مع نار 24 جويلية ولن نكون مع جنتك الوسخة. كان الناس يتخاصمون وكانوا يحفظون الحدود ويهابون القانون ويرعون، يقاومون تعفينا كانوا يرونه يأتي من جهتك ويصبرون. ولما لم تكن ترعوي ولا ترعى لشيء حرمة، فقد مضيت في غيك تعمه حتى انتهى بك إلى الكذب في المقام والحنف باليمين والفتك بالقانون والعبث بالدستور وإفساد الأخلاق والاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات ورمي المحصنات. أرسل حرافيشه القبيحة وعناكبه المسمومة ففتح البلاد على هاوية السقوط. ليس غير كارثة إذا عمت البلد فلن تخلف غير الخراب. سلطاننا تحقق من تخريب مركز الدولة ومر إلى تحطيم أطرافها، وتعييناته الأخيرة تابعة لخطة التحطيم. بمثل هذه التعيينات تفهم كيف أن ما يعنيه ليس خدمة الناس ولا توفير شروط الحياة الدنيا لهم، بل المضي في مشروعه وهو تهديم الدولة ليبني على أنقاضها جماهيريته الجديدة. الجماهيرية الجديدة عنوان الانقلاب. المنقلب لا يؤمن بالإصلاح بل هو منقلب عبثي. الانقلاب عمل إجرامي، خيانة عظمى، وكل ما يأتي منه فهو باطل. التطبيع مع المنقلب حتى بالسير معه في طريق واحد يعادل التطبيع مع المحتل. لا فرق بين احتلال أجنبي واحتلال داخلي، بل الداخلي أدهى وأمر. أي لحظة تاريخية يعد بها الناس؟ هو يقتل كل شيء ويغتال كل معنى، هو كارثة الكوارث. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدد جديد من لقاء خاص، عدد يتزامن مع محنة جديدة تعيش على وقعها بلادنا، محنة من المحن العديدة اللي يمتعنا بها المنقلب بشكل متواتر، وهي محنة القضاء. وضيف اليوم هو أحد الأسود اللي دافعوا بشراسة على المرفق القضائي وعلى استقلالية القضاء. ضيف اليوم هو رئيس جمعية القضاة الشبان السيد مراد المسعودي. سي مراد مرحبا بك. يعطيك الصحة. عايشك. مرحبا بك. عايشك.